مسجل بوتيك شرواطة، بوتيك قرية شرواطة، قرية ضعيفة، مساكين محتاجين، مع لأن هذا أمر في هذه البوتيك محتاجة له حتى. قلنا من بداية السنة اللي هي ركعتها لها 4 أشهر ما خالك شيء، قرية والله ثم والله إلا محتاجة. كنا فتحنا رجع حد وقال ما هو شيء، ما طرى مارو، ما طرى القمح، ما طرى الدجون، نقولوا له لا. بالنسبة لي أنا بوتيكي بريدة ينقال القليبات تابعة طليقها الوجة، بريد طليقها الوجة اللي وارك عنها 6 أشهر. ناس هون يامس يحكموني يقولوا لي منين القمح منين مارو. نقول لهم لا تعجلوا دور الله يخني. المواد الغذائيه عندنا من هذا بعد بالنسبه لغرق عندنا الا السكر ودلي ومار والقمح في الطريق جاي. انت عندهم متوفري؟ ها؟ انت عندهم بشو؟ جاونا في جانفي الشهر هنا الواحد، الشهر الواحد جاوا فيه المواد الغذائيه كان ياكسمان وذاك ما بعد المواد، هذه المواد اللي موجوده الثانيه في الطريق جاي حسب المعلومات اللي عندنا. مفاوضين عندهم شيء ياسر برامج هون بالولاية، ما حسب برنامج أمل من 2018 برنامجهم في المكون الأول قال لي على دعم الحيوانات، برنامج دعم الحيوانات والبتمشي نشربات أمل. والولاية هون في 260 بوتيك وكل بوتيك بارش بارش من دعم الحيوانات، وشي ما حس برنامج دعم قذاء مقابل قذاء مخفض. مفوض يراك مبارك شهر مع شهر يعبد الزراعة جانا بين هون نهاية الشهر إن شاء الله دور الله يبدو يجي الولاية كان يبدو فعلا. في ناقص شوي من مواد في شي من عاصمة واحدة من المقاطعات في مقاطعة النعمة يقران قالوا هم دور الله يجي الفترة إن شاء الله، الفترة قليلة إن شاء الله.